It's been so long, that I haven't seen your face. I'm trying to be strong, but the strength I have is washing away. It won't be long, before I get you by my side and just hold you, tease you. يحلق كريستيانو ساكونا يحلق بالرجاء عاليا يحلق بالرجاء عاليا وهستيريا تعم المدرجات. هنا التجاوب، هنا التفاعل، هنا الإعادة. يا سلام على العرضية، الكروش على المقاس وبالراس ساكونا في مرماك. حافظي حافظي في الجهة اليسرى يطلب المساندة تمرار. هدف جديد للاعب ساكونا اللي كان في الموقع المناسب الوقت المناسب. هدف سقط كقطعة تسجيل بعد أن صار فريق كايزر تشيفز المدرجات تلتهب وحبس منقطعة النظير. هدف ولا اجمل ديال اللاعب اوساغونا. استغل الخطا اللي قام به المدافع، يعني هذا مهاجم من طرف اول فرصه جاته اول خطا استغله. لاحظ الخطا ديال المدافع استغله اوساغونا. مدير محاوله هدف ثاني ديال اوساغونا. اوساغونا بطل هذه المواجهه. الهدف ديالو الثاني في هذه المقابلة. كيتحرك في غرفة العملية. نعم، وفرحة تعم دكة احتياط فريق الرجاء البيضاوي بهذا الهدف الثاني ديال اوساغونا. ممتاز لاعب اوساغونا، وايضا حتى التسديدة ديال حافظي. ما فيهاش تسلل ومتابعة اوساغونا. متواصل وقف المحاولات ديال فريق الرجاء بإبعاد الكرة على البعثة الراسية. يعني تاخذ طبع التاكيد، لان التصريحات اللي تقالت في الاونه الاخيره هي تصريحات خطيره، وهذه مسؤوليه الجامعه. هذه محاوله وهدف، هدف لفريق الرجاء. اوساغونا يسجل الهدف الاول لفريق الرجاء. كما قلتها، اوساغونا دائما خطير على مستوى الضربات الراسيه، يعني حتى التغطيه كانت نوعا ما يعني ماشي في المستوى. تركت دفاع الرقابه ديال اللاعب اوساغونا، فهو جا من بعيد وخدا لي لون ديالو، خدا لو تايمينغ ديال الكره. بالتالي غادي والحاج شبيره ممتاز. الصالحي ممتاز. اوساغونا هدف ثاني لاوساغونا. داخل المنطقه اليسرى، فرصه جول. اوساغونا يسجل الرابع. اوساغونا يعود اليكم من جديد. اوساغونا يعود للقلعه الرجاويه على ايقاع هدف في مرمى الفرقه التطوانيه.
المباراة. كبرياء الرجاء، شموخ الرجاء، إصرار الرجاء على الانتصار. شوف بابا توندي يتلعب بالمدافعين، حتى بهذه الصورة ألقى الناس الساكونة. هذه ورقة التوصي، هذه ورقة التوصي قبل لحظات. متابعة الكرة الثانية فريق الرجاء الوصيلي القادم من الاتحاد البيضاوي، وكان البدايه الاولى ديالو تكون بفريق الوحده بمنطقه. هدف مع البدايه لفريق الرجاء، هدف مباغت في الدقيقه الرابعه. قلتها وقلت ان الرجاء صحح الاوضاع، ان الرجاء صحح الاوضاع في بعد الهزيمه امام فريق الجيش الملكي. واوساغونا بفضل تجربه هذا اللاعب وبفضل حنكه هذا اللاعب يستغل تمريره ويسجل الهدف الأول لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي الوصيلي. عملها ومرر بذكاء لأوساغونا الوصيلي. هذا هو الآخر ربح لفريق الرجاء قادم من الاتحاد البيضاوي. تكوين هذا اللاعب كان بفريق الوحدة بمنطقة دربملة بمدينة الدار البيضاء، المنطقة اللي أعطت لاعبين كتار. هذا الوصيلي في مجهود فردي من الجهة اليسرى يمرر، وأوساغونا يسدد نحو الشباك بضربة رأسية. كذلك رد فعل الحارس كان شويه يعني رد فعل التعامل ديال الدفاع باكمله، لانه الخروج لحامل الكره هنا عند الوصيلي كان ضعيف. الكادراج ديال لادفيرسير كان ضعيف جدا هنا. لاحظ معايا الكادراج ديال جوج لاعبين ديال فريكا، التموقع الخاطئ ديال المدافعين في مرتكز الدفاع، وكيتحمل المسؤوليه ديالو الدفاع والحارس. ضربه خطا لفائت فريق الرجاء البيضاوي. هذا اللاعب المقنع الصالحي اللي نتبناو ليه ايضا حضور قوي. هذه محاوله، اللاعب النيجيري أوساغونا يسجل الهدف الاول لفائت فريق الرجاء البيضاوي. لم تترك له اي حد، كان في وضعيه جيده. الدفاع اخطا في صد هذه الكره امام اللاعب النيجيري، وبضربه راسيه فريق الرجاء يتقدم امام فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي بهدف اللاعب أوساغونا. المرتد هجومي باكايوكو، باكايوكو كيمرر في اتجاه جواد إيسن. جواد إيسن يعني شنو غادي يعمل، كيمرر عند عبد الإله حافظ. محاولة فائدة فريق الرجاء البيضاوي. كريستيان أوساغونا، أوساغونا كيوضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الثالث لفائدة فريق الرجاء. أوساغونا يعلن عن نفسه كمهاجم بامكانه ان يكون اضافه قويه لفائده الرجاء ويسجل الهدف الثالث. يعني حتى الطريقه ديال تحضير الكره من عبد الاله حافظي كانت طريقه جميله، وبالتالي لاحظوا جواد إيسن يعني تمريره وعبد الاله حافظي كيوضع الكره. يعني أوساغونا كان اسرع من حسن بويزكار، أوساغونا كان اسرع من حسن بويزكار بهذه الطريقه كيوضع الكره في مرمى الحارس يونس جليل. 3-0 للرجاء. الحارس القناوي ينفذ عند اللاعب إيسن. إيسن للاعب بمعمر، بمعمر يسدد بقوه، تسديده، هدف بيصبه. هدف تعادل لفائده فريق الرجاء، وهدف يعني غادي يخدم على الذهن ديال كريستيانو لانه محتاج لهذا الهدف في هذا الوقت بالضبط، لانه غادي يربح العطف ديال الجمهور، وبالتالي غادي تربحوا الرجاء في العطاء ديالو. كانت تسديده قويه والحارس رامي كيصد الكره، لكن اللاعب كريستيان في المكان المناسب يسجل هدف تعادل لفائده فريق الرجاء الرياضي. البل مسجل لفائده فريق الرجاء هو هدف التعادل. لاحظوا كيفاش ان الحارس رد الكره، وهذه من سمات المهاجمين. يعني كيف كنقولوا بلغه الكره، الشيطه كتبقى للمهاجم، يعني كيكون في المكان المناسب. رونونس جامي لاتاكون، دائما تابع الكره ودائما ما كينهاجمش، وهذا هو سمات كما قلتي ديال النجاح ديال المهاجم الاوسط. كانت تسديده قويه من لاعب شاكو. كتلعب الكره دائريه، خروج احمد داد، محاوله هدف. أوساغونا النيجيري يشعلها في المدرجات. 1-0 للرجاء. كانت زاوية تفتت بشكل جميل، وكريستيان أوساغونا يرتقي فوق الجميع ويضع الكرة في شباك الحارس فاتح مدين. 1-0 لفائدة فريق الرجاء اللي كيتمكن من تسجيل الهدف، الهدف اللي جاء من ضربة ثابتة. أوساغونا اول هدف له بقميص الرجاء بعد العوده ديالو اكيد خلال هذا الميركاتو الشتوي. اذا يتمكن
من افتتاح النتيجة كانت يعني لاحظوا الانتقاء جميل، كنقول بأنه خروج لم يكن بالتوقيت والمكان المناسبين، استغلوا بشكل جيد أوساغونا وقوة